السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل exercise 5.5 اللي هو بيتكلم في plotting اللي هو graph in MATLAB. plot the graph in MATLAB. طبعا كل العلامات الحسابية اللي انت شايفها قصادك دي هي بتعتمد على الأربع شباتر اللي انت درستهم قبل كده، واللي هم هتلاقيهم موجودين في الفيديوهات اللي في القناة اللي انا برفعها كل شوية. فاحنا هنشرح بس ايه الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية إنك بتحط قيم x كفيكتور، تحط قيم x كفيكتور وبتعوض بمعادلة ال y. y دايما بتبقى معادلة في x. يعني إيه تحط قيم x كفيكتور؟ يعني طبعا أنت عارف من أول خالص عشان تخلي إيه تحط قيم ال x، تقول مثلا x بتساوي تفتح قوسين بالشكل ده، تحط القيم اللي أنت عايزها. تمام. هنا بقى مش اي قيم، ده انا احددها لك بفترة من 0 لـ 2، اصغر منها او يساوي، واكبر منها اكبر منها يساوي 0، اصغر منها يساوي 2، يعني 0 1 2 بس. دي القيم اللي هو عايزك تعوض بيها. تمام. الواي هي معادلة في اكس، الواي هي معادلة في اكس، فكل اللي هتعمله انك هتحط الاكس بهذا الشكل. تمام. وتقول ان الواي هتساوي 3 في اكس، استريك يعني اكس زائد 2، وتدوس انتر. بس حطيت القيم دي، انت بقى عايز تطلع على الشاشة ايه؟ اكيد عايز تطلع على الشاشة اكس وواي او علاقة اكس وواي، فبتقول plot اكس كوما واي، كده هيطلع لك قيم اكس بالنسبة لقيم واي بالمعادلة بتاعته. تمام. تمام. ممكن نفتح البرنامج كده دقيقة قبل ما يفتح البرنامج. السؤال التاني، السؤال التاني بيقول ايه؟ كله بنفس المبدأ بقى. plot the data in the following table where x is the independent value. okay. فاحنا قلنا، احنا قلنا هنسجل سي ال سي عشان يمسح الشاشة دي. هنقول x اي رقم بقى، ايه x مش تفرق، ايه بتساوي مثلا 0 1 2، نقفل. هو مديك المعادلة التانية اللي هي واي، عندي الاكس بيعلق في الكوارت فعشان كده بكتبها بغير مستعين. البي مثلا بتساوي 3 في اكس، اللي هي 3 في اي تعتبر هنا بقى، 3 في اي زائد 2، وادوس طلع لي قيم. ماشي. بلوت طلع لي على الرسمة A و B اللي هي X و Y، طلع لي على الرسمة خط مستقيم بهذا الشكل. تمام. دي الفكرة بقى. تعال نشوف السؤال التاني. بيقول لك plot the data in the following table where X is the independent variable. دي قيم X ودي قيم Y، طلعها على الشاشة بكل بساطة. بص، في نصيحة. النصيحة ايه؟ لو المعدل التغير ثابت يبقى متقعدش كل شوية تكتب بقى ايه تدخلهم زي ما دخلتهم انا كده. لأ، تستخدم مثلا زي قواعد لين سبيس مثلا، او تستخدم قواعد البراكتس. تمام. المعدل ذاته ثابت يعني ايه؟ يعني مثلا لو لاحظت ان سالب 3 بعد كده سالب 2 سالب 1 0، يعني معدل الزيادة ثابت 1، ده في اكس. احط مثلا ايه مثلا بتساوي، افتح براكتس واحط 2 كولوم، هو هيبدا منين؟ هيبدا من سالب 3، يبقى احط سالب 3. ايه معدل الزياده بتاعه؟ بيزيد كل مره 1. ماشي. هيروح من سالب 3 لكام بقى؟ ل4. بس كده، بدل ما اكتب الارقام كلها تبقى كبيره، لا انا احطها بهذا الشكل، هو هيحطها من سالب 3 ل4. كده حطيت قيم مثلا اكس اللي هو عايزه، واي بتساوي كذا، دي قيم مباشرة يعني. برضو لو بصيت بتزيد 4 4 4 4، من سالب 9 لسالب 19 بتزيد كل مرة 4، يبقى سالب 9 4 سالب 19 صح كده؟ سالب 9 19. تمام. اللي في النص ده اللي هو معدل الزيادة، ده في النسبة للكولون، احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. ادي ال A وال B، وتقول له plot A و B مثلا،
او اكس او اي رقم اكس وبي اي وبي اللي تحطه يعني تستخدمه برضو خط مستقيم. تمام. طيب نفس الفكره بقى، ادي معادله، كل الفكره هنا اذا كان فيكتور الحاجه اللي هي يعني ليها باور، الحاجه الوحيده اللي ليها باور بتدخلها بالصيغه دي، بتقول مثلا اكس، بتقول اكس دوت وتقول العلامه دي وتقول 2. دي كده يعني كل عنصر في اكس 4 خليه اس 2. تمام. دي الفكره يعني، وهتلاقي كل الحاجات دي يبقى 5 يبقى 5 اس 3 وهكذا. طبعا دي قيم يعني 6 من 10 دي مضروبه في، تعتبر قيمه سكيلر قياسيه بتتضرب في الاكس تربيع. لكن الاكس طالما تربيع او تكعيب او اي حاجه فوق الاكس من اول تربيع لاول تكعيب بتقولها، بتعملها بالصيغه دي، تربيع تكعيب بقى زي ما انت عايز. ودي ما يقول لك مره اعوض عليها بقيم قيم اكس من سالب 4 ل 4، ومره من دي انا تعمل له 2 بلوت. هنا نفس الفكره برضو، هتحط قيم اكس وتحط وتعوضها في المعادله دي. هنا بلوت واي بيساوي اكس تربيع وده اكس تربيع ماشي اوكي. Brought the three function the same plot use a different line types for each. ماشي، ممكن احنا نحل السؤال ده. فبيقول لك يعني لما تعمل الرسمه استخدم اتحكم في شكل الخط، اتحكم في شكل الايه الخط. ده رقم 6. طيب هدخل القيم دي المعادلات، هدخل المعادلات بتاعتك. ايه المعادلات؟ اول حاجه بتبص لها انك بتدخل قيم اكس من سالب 3 ل 3، معادله زياده 1 ماشي قشطه. هنا مفيش معادله زياده، ممكن يكون معادله زياده نص او اقل، بس احنا هنعتبره 1. سالب 3 ل 3 معادله زياده 1. هنقول مثلا ايه بتساوي سالب 3 كولون 1 كولون 3 كده، دخلنا الايه خلاص. الواي هسميها انا بي والاكس هسميها ايه خلاص. فاقول البي بتساوي 8 سكوير، البي بتساوي اي سكوير، اي سكوير تبقى بالشكل ده. ليه؟ علشان ايه هنا فيكتور وليس قيمة واحدة، زي ما انت شايف ادي صف وفي سبع اعمدة، صف وسبع اعمدة ماشي. اكس سكوير x ان باور والواي بيساوي كذا وهكذا. طبعا لو لاحظت لما انا قلت اي سكوير قال لي غلط. ليه غلط؟ هو يقول لك انبوت ماست بي سكيلر اند سكوير ماتريكس، لازم يكون سكوير ماتريكس عشان ده فيكتور. تمام. فهنا لازم نحط البوينت دي اي بوينت كذا، بص انا عايز اس 2 اس 3 زي ما انت عايز كده. دخلت قيم اي ودخلت المعادله الاولى بتاعت بي. طيب هو مديك ثلاث معادلات، فانت لو عملت بي جديده هتبقى معادله جديده، فانا مش عايز كده، هيتعمل يعني مع معادلة جديدة وهيلغي البي القديمة، فانا عايز تلات معادلات مع بعض. فاقول مثلا بي وبي واحد بتساوي المعادلة التانية هي تلاتة في اكس تربيع، يبقى اي مثلا دوت سكوير خلاص. المعادلة التالتة انا الواي سميتها انا بي بقى خلاص، بتساوي نص اللي هي 5 من 10 في a سكوير اللي هي x سكوير. تمام. عايز يعمل ايه بقى؟ plot the three functions. بقول لك كده plot the three function in the same plot use a different lines types for each plot label the axis create a legend and title the plot. يعني بيقول لك هو عايز التلاتة يظهروا في نفس الوقت، يبقى نستخدم أمر hold on. hold on يعني هنعمل ايه؟ هنقول plot، أول plot عندنا هو ايه؟ هو ال a وال b صح كده؟ أول حاجة عندنا ال a، أول حاجة دخلناها معادلة ال b، وندوس انتر. دخل عمل دي، أقول له hold on ليه بقى؟ علشان أدخل جراف تاني من غير ما يمسح الجراف ده. يعني لو
مالتش هولد اون، هتلاقي الجراف ده اتمسح واتعمل جراف جديد، جراف جديد بالبلوت الجديد. فانا بستخدم هولد اون عشان ادخل عليه جراف جديد من غير ما يمسح ده. هولد اون، ايه المعادلة التانية؟ المعادلة التانية هي الآتي، اللي هي بي 1 و ايه، ما هو ايه ده بقى ارقام ثبت، لكن معادلة البي هي اللي بتتغير. بقول له بلوت بي 1 اللي هي سوري ايه و بي 1، بص كده هيضيف لك البلوت ده جوه، ده فولك اهو. هنقول له هولد، ندخل المعادله الثالثه عادي، طالما ما قلتش هولد اوف فهيقعد يدخل المعادلات كلها عادي. هنقول له بلوت A و B. لو بصيت، لو بصيت هتلاقي ضاف لك ايه ليه؟ ضاف لك الجراف الثالث، هو ده اللي هو عايزه. طب عايز ايه تاني؟ قال لك تشينج اللاين، يعني غير الخطوط، غير الالوان، الخط زي ما انت عايز. use a different line types for each plot. ماشي، فدي هنستخدمها عن طريق ان احنا نقول البلوت اديتور، ان نقول شو بلوت تولز اند دوج فيجر، تمام. ولما نعمل دي هيظهر لنا الفيجر كولر والكولر ماب وكل الحاجات بتاعتها. انت عايز بقى ايه الخصائص بتاعت البلوت ده، تمام. لما تدوس هنا على على الجراف نفسه في اي مكان فاضي هيظهر لك التايتل، لو انت عايز تضيف تايتل هيظهر لك الكولر، هيظهر لك الجريد ال y وال z، هيظهر لك ال x axis لو عايز تكتب ال x label. هو طالب هنا، طالب ال x label، قال لك label the axis and create a legend، يعني اعمل كل حاجة. هتقول مثلا x axis، تقول له هنا مثلا اي حاجة a مثلا، وتقول له في ال y axis b، مش لازم يعني نفس الكلام، انا قصدي تكتب اي كلام مش هتفرق طالما ما قالكش اكتبه بعنوان معين. هو الفكرة ليبل يعني تستخدم الخاصية، تمام. زد طبعا ما فيش في زد. التايتل هل له مثلا بيظهر فوق كده التايتل عند عايز بيعمل ليجند، ليجند عن طريق انسرت، دوس على انسرت، دوس على ليجند، جاب لك الليجند اهي بتاعتك. لما بتدوس عليها بيبقى فيه كولر كل الخصائص بتاعت الشكل، عايزة تظهر هوريزونتال، عايزة تظهر فيرتيكال، رأسي او افقي. فيرتيكال يعني رأسي، هوريزونتال يعني افقي. عايز تغير الكولر بتاعها زي ما انت عايز بقى، تمام. دي الخصائص بتاعتك. عايز ايه تاني؟ عملنا احنا كده ليبل ذا اكسس، كده ليجند تايتل ولا بلوت ناقص ديفرنت لاين تايبس، ان هو يتحكم في خصائص اللاين نفسه. علشان يتحكم في الخط بتاع الجراف تغير اللون بتاعه اي حاجه انت عايزها، بتدوس على الخط ده اسمه لاين. الخط ده كده اللي عليه مربعات سودا دي، ده اسمه لاين. انت لما بتدوس عليه يبقى انت عايز الخصائص بتاعت اللاين ده. هذا اللاين عايز مثلا تتحكم فيه تخليه بار، هيظهر لك بار. عايز تخليه مثلا اريا، هيظهر لك اريا. ستيرز، هيظهر لك ستيرز. ستيم، هيظهر لك ستيم. لاين عادي اهو. هو عايز يتحكم في اللاين نفسه، تخليه مثلا واحد تخليه كده، التاني مثلا تخليه نقطة، التالت مثلا تخليه زي ما هو. كده انت اتحكمت في خصائص اللاين. عايز مثلا تخليه بلون مختلف زي ما انت عايز، اخضر مثلا، ازرق. عايز تغير السمك بتاعه بدل 5 من 10 8 من 10 زي ما انت عايز بقى. اوكي كده احنا ده يعتبر الفكره الرئيسيه بتاعه الشابتر، واحنا علينا عليها اسئله عليه، وان شاء الله ربنا يوفقكم في الشابتر 5. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.